النهارده عندنا فيلا للإيجار السنوي، هي دي شكل الفيلا داخل مجمع فيلل، كل فيلا مستقلة عن التانية لكن كلهم ليهم مدخل واحد بيدخلوا منه. الفيلا الصغيرة النهارده هي حديقتها شوية صغيرة من غير مسبح، في فيلا تانية بتكون بمسبح بس ديت من بدون مسبح. خلينا نشوف الحديقة بتاعتها. انا عندي هناك ده المدخل الفيلا وهنا الاوتو بارك، وعندي كل دي كده زي ما انتم شايفين الحديقة اللي خاصة بالفيلا. ده كده شكلها، دي الواجهة بتاعتها، عبارة عن طابقين 4 غرف نوم مع 3 حمامات وغرفة الغسالة في الملابس. الحلو برضو ان الفيلا ديت جاية على زاوية، فبالتالي طلة الجبال اللي قدامي دي كده مفتوحة ما تقفلش نهائي. عندنا هناك ده سد يوفاجيك زي ما انتم شايفين، الفيلا في منطقة يوفاجيك زي ما انتم شايفين الطلة بتاعتها مفتوحة على الجبال. خلينا نشوف الفيلا من الداخل. نبدأ من عند باب الفيلا المدخل. عندي هنا دي مواقف السيارات، ده هنا مدخل الفيلا. انا بدخل من مدخل، باجي من هنا بركن السيارة. ده هنا ده شكل الفيلا المدخل. خلينا نشوفها من الداخل. بيجي عندي في الطابق دوت صالة ومطبخ وغرفة وحمام. اول ما بدخل عندي دولاب في المدخل، الدولاب اللي انتم شايفينه دوت. بعد كده بيجي عندي هنا ده المطبخ، من المطبخ بقدر اخرج بره على الحديقة اللي كنا فيها. بيجي مع المطبخ فرن بوتاجاز وشفاط، عندي هنا الفرن والبوتاجاز والشفاط، ومن هنا بقدر اخرج الحديقة. ممكن الجزء ده نقفله ازاز بحيث ان احنا نقدر حبينا نعملها غرفة شتوية تبقى جدا مناسبة. بيجي بعد كده عندي هنا ديت الصالة، انا عندي التدفئة ارضية وصالات التكييف جاهزة بحيث ان احنا نجيب التكييف نركب على طول. الصالة بتاعتها كبيرة ليها مخرج على الحديقة من هنا. هنا ازاز كبير مع المطال المنظر اللي انتم شايفينه. عندي هنا تدفئة خشبية برضو بتوزع على غرفة النوم. هنيجي بعد كده عندي هنا حمام بيجي كامل معاه شاور، ده مكان الشاور، مكان بتاع الشاور واسع ومريح. وعندي هنا ده الحوض ورا هنا الجلسة. زي ما قلت لكم انا بيبقى عندي غرفة نوم تحت، هي دي الغرفة، و3 غرف فوق برضو وصلات التكييف جاهزة زي ما انتم شايفين. الغرفة مساحتها كويسة. بنيجي بعد كده بنطلع الطابق اللي فوق، بيجي عند 3 غرف نوم مع 2 حمام وغرفة غسالة الملابس. طبعا عندي غرفة ماستر موجودة. عندي دي الغرفة رقم 2، مساحتها نفس مساحة الغرفة اللي تحت. نفس الكلام هنا، ده حمام، حمام دوت نفس الحمام اللي تحت برضو، نفس التصميم نفس كل شيء. دي هنا غرفة زي ما قلت لكم غرفة غسالة الملابس، ممكن برضو نستخدمها كمخزن. عندي هنا دي غرفة رقم 3 برضو وصلات التكييف جاهزة، وبقدر اخرج منها على التراس، بس هنخرج لها من غرفة النوم الماستر. عندي دي الغرفة الماستر، اول ما بدخل بيجي هنا عندي حمام، مكان للشاور. بعد كده بيجي عندي غرفة لدولاب الملابس، مساحتها كبيرة. يعني انا بدخل الغرفة عندي حمام عندي دولاب، وهنا مكان للسرير نفسه، هنا هيبقى السرير. وعندي هنا الشباك، وعندي هنا المطل زي ما انتم شايفين مفتوح بالكامل على الجبال.
خلينا نخرج على التراس. التراس دوت حبينا زي ما قلتلكوا برضو نقفله ازاز بحيث تبقى هنا غرفة، لان التراس الصراحة مساحته زي ما انتم شايفين مساحته كبيرة، والمطل بتاعها ممتاز. هسيب لكم التفاصيل كاملة وقيمة الايجار في صندوق وصف الفيديو عند الحصول.